أهلا بكم. طقس حار اليوم بالجنوب الشرقي وسهول تادلا الحوز أرحمنا بداخل سوس كذلك بالشاضمة والأقاليم الجنوبية، ويتوقع بعد زوال اليوم نزول قطرات مطرية أو زخات ضعيفة رعدية على الأطلس وكذلك بالسفوح الجنوبية الشرقية بمنطقة الشرق وبالشمال الشرقي للأقاليم الجنوبية، وبعد القطرات مطرية ضعيفة محتملة بالسهول الواقعة غرب الأطلس كذلك بسوس وبهضاب الفوسفات، وخلال الليل ستتواصل سحب رعدية فوق السهول غرب الأطلس كذلك بهضاب الفوسفات وبالأطلس المتوسط بالسيس وشمال منطقة الشرق، وقد تكون أي السحب مصدر قطرات مطرية متفرقة، وبعد القطرات المطرية ضعيفة ومتفرقة محتملة بالسهول الأطلسية شمال مدينة الصويرة كذلك بطنجة الريف وبالواجهة المتوسطية والسيس. غدا صباحا أمطار وزخات منتظرة بكل من الريف والواجهة المتوسطية كذلك بالسيس الأطلس المتوسط بهضاب الفوسفات والماس أيضا بالغرب والشاوية، وطقس سيكون غائم بالمناطق الشمالية والوسطى وقليل السحب إلى صافي بباقي الجهات. بالنسبة لدرجات الحرارة فستصل بعد زوال اليوم إلى 40 درجة بالسمارة، 36 متوقعة بأكادير، 38 بالمدينة الحمراء مراكش، 34 درجة متضررة بمدينة وجدة، و23 بالدار البيضاء. غدا خلال الصباح ستسجل 6 درجات بفران، 12 بفاس، 10 بمكناس، 13 بالعاصمة الرباط، 14 بعروس الشمال طنجة، و19 درجة متوقعة بكل من الداخلة وأكادير. يوم الاثنين سيظهر ضباب وسحب منخفضة قرب السواحل الشمالية والوسطى، وسماء ستكون قليلة السحب إلى صافية بباقي الجهات. ويوم الثلاثاء ستظهر سحب منخفضة كثيفة قرب السواحل شمال الأقاليم الجنوبية، وطقس سيكون مستقر ومشمس بباقي أرجاء البلاد. نتعرف الآن على مواقيت طلوع وغروب الشمس ثم طلوع وأفول القمر بمدينة الدار البيضاء. تتعرض كهوف ماروس بانتشكيب في إندونيسيا والتي تضم أقدم الرسوم التصويرية للبشرية لتهديد متزايد بسبب الآثار الضارة لتغير المناخ، ويتأسف الباحثون الذين فحصوا هذه الكهوف على تسارع هذه الظاهرة، وكتبوا أن تدهور هذا الفن الصخري قد تسارع على مدى السنوات الأربعين الماضية، ويرجع ذلك بشكل خاص إلى تأثير تغير المناخ والأنشطة البشرية، مشيرين إلى الأمطار الغزيرة وحالات الجفاف تهدد الرسوم التصويرية القديمة للكهوف الإندونيسية. بهذا إذن ننهي نشرة الطقس. دمتم في حفظ الله ورعايته.